بسم الله الرحمن الرحيم. المهم رمضان مبروك للجمهور المغربي كامل والوطن المغربي كامل واللاعبين كاملين والمسيرين في كرة القدم. أنا من أوائل ديال المعدين البدنيين في المغرب، درجت في الفريق الرشاد البرنوصي، دربت كمعد بدني في الدفاع الحسن الجديدي في فريق الطاس الاتحاد البيضاوي، ودابا مع الراسينغ البيضاوي مع لي جون ديال الرشاد ديال الراسينغ البيضاوي. بالنسبه لهذه المناسبه لشهر رمضان والرياضه او بالخصوص كره القدم، كاين بزاف التساؤلات كيتسالوا على الناس على الرياضه في او كره القدم بالاحرى في شهر رمضان. كيفاش المعد البدني يبرمج الحصص ديالو ديال حصص التربيه ديال حصص ديال التدريب. بالنسبه للحصص يعني البرمجه او الاهداف بالنسبه لرمضان بالنسبه للمعد البدني واي فريق، فالمهم ديالو هو الحفاظ على اللياقه البدنيه التي اكتسبها قبل رمضان. اذا فبالنسبه للحصص بالنسبه للحصه ديال التدريب فهي كتحترم اول حاجه هو يعني الفوليوم ديال السيونس، لو فوليوم كينقص بارابور للحصص اللي كانت في الافطار. فالمعد البدني كيبرمج حصص ما كتكونش طويله، كتكون حصص يعني ولكن كتكون فيها شويه لانتونسيتي طالعه شي شويه ولكن قصيره. بالنسبه يعني الحوايج اللي ممكن نعتمد فيها هو ان المشكل الوحيد اللي كاين في رمضان اللي كيتطرح للرياضيين كاملين هو لاعبي كره القدم بالخصوص، ما هو مشكل ديال 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 الهيداتاسيون يعني الماء، يعني ان المشكل من ناحيه الطاقه الاخرى ما كاينش مشكل، ولكن كاين مشكل ديال الماء. يعني اللاعب ملي كيبدل المجهود يعني هذا خاصو يريكوبيري هذيك الماء، يعني الماء خاصو يريكوبيري الماده ديال الماء يريكوبيريها في اقرب وقت. اذا فلهذا النصيحه اللي كتعطى في رمضان هو ان تكون حصص ديال التدريب تكون قريبه لوجبه الافطار، يعني ما بين ساعه وربع ولا حتى ساعه ونص يعني قبل من الافطار، باش اللاعب يسالي التدريب ديالو غادي يتناول الماء. اذا فهذا اموال يجمل، ولكن هذه بالنسبه للفرق اللي عندها امكانيه انها تدرب من بعد الافطار، واحسن حصص احسن تدريب وهو بعد الافطار. اذا كان الحصه اذا كانت المقابلات مبرمجه من بعد الافطار، فكنت يعني الفريق خصهم يدربوا من بعد الافطار، يعني بعد الافطار مهمه بزاف باش ما يكون حتى كاع يعني الاخطار اللي ممكن تعرض لها اللاعب كنت ايفيتوها لا تدربنا مورا الافطار. بالنسبه للامكانيات والفرق اللي مثلا الهوات ولا الفرق اللي ما عندهاش امكانيات دوزيام ديفيزيون، فكاين الكونسي اللي قلت هو ان الحصص ديال التربيه الحصص ديال التدريب تكون قريبه للافطار. ولكن نظرا لبعض الفرق هنا في المغرب كنلقاو بان فرق كتلقى ملعب فيه عدد فرق، فكيضطروا انهم يتدربوا اما مع الساعه الثانيه بعد الزوال او الثالثه او الرابعه بعد الزوال. فهذا خص المعد البدني او ستاف تكنيك يتادابطوا، لان ما غاديش نقول لهم ما غاديروش حصص، وثانيا ما غاديش يبقى يديرهم بالليل لان ما كيكونش يعني الضوء الملاعب كتكونش فيها مجهزه بالاناره. فكيخصهم يخصهم يتادابطوا مع هاد الظروف. واللي مهم هو ان تكون الحصص ما تكونش طويله بزاف، وحصص تكون متقطعه فيها الراحه بزاف، وما تكونش ان ترافاي يعني انتونسيف بزاف على اللاعبين. وكما قلت ان الاوبجيكتيف ديال برمجه ديال اللياقه ديال الاعداد البدني في رمضان فهو من اجل الحفاظ على اللياقه المكتسبه قبل شهر رمضان. وشكرا، وهذا ما نقول لكم في رمضان ان شاء الله. واللي كاين في رمضان اللي كما نعاود الخلاصه وهو ان الحصص ديال التدريب خصها تكون قرب من وجبه الافطار. إذا كان الفرق عندها امكانيه ممكن، ما كانش فخاصها تادابطا. ما نقولش لا ما غتدربش ضروري غادي تدرب، ولكن راه يعني حنا في المغرب هنا راه بكري ما كانش هذا الشيء، راه كنا كندربوا ما بين 12 و2
ولكن ما كانوا حتى شي حتى اشكال. ولكن باش تكون حصه ديال التدريب ويكون البرمجه مزيان وكل لاعب يعطي حصه يعطي مزيان، وخصو يبرمج ويدير لادابتاسيون مع هذيك لو كليما اللي سميتو، ويدير حصص ديالو ديال التدريب اللي في رمضان ما يمكنش نقطعوا التدريب. شكرا.